السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج حلمك ايه. النهارده هنكمل على موضوعنا الاساسي اللي هو ازاي تحقق حلمك، وقلنا الحلقه اللي فاتت ان احنا هنتكلم على حلم طبي اللي هو حلم الكتير جدا، والمشكله بتقرق من الجميع، يعني السمنه، النحافه، كتير بيعاني من السمنه، كتير بيعاني من النحافه. بس احنا النهارده هنكمل بشكل جديد، وفي نفس الوقت هنقول افكار جديده مع ضيوف الحلقه، الدكتوره فاتن عرفه، اهلا وسهلا، الدكتور حسين مسلم، اهلا بيكم. بس انا بستاذنكم الاول، انا كنت حابب النهارده اقدم التهنئه للدكتور فاتن تكرمها ام سليه، تستحقيها، واحنا كان معانا بعض الصور بعد اذن الاعداد يعرضها. دكتوره فاتن، حضرتك تم تكريمك ام سليه. كان كان الحفله بتاعتنا الاسبوع اللي فات، تمام. حضرتك تستحقيها طبعا جداره. وفي نفس الوقت انا حابب اقدم التهنئه للدكتوره مروه عبد الحكم، مدير علاقات العمل للبرنامج، ايضا تم تكريمها كام مثاليه. النهارده معانا ضيفه موجوده في الحلقه وضيفه غايبه ولكن حاضره معانا بروحها، بقدم لكم التهنئه. النهارده هنتكلم عن الحلم بتاعنا، تمام. وهنشوف الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا على السمنه والنحافه. معانا صوره الدكتوره مروه عبد الحكم، تهنئات بهنيها، وكذلك صوره الدكتوره فاتن من ورا الشاشه، ربنا يخليك. صحيح جداره. النهارده هنكمل كلامنا المره اللي فاتت على السمنه والنحافه. كنا اتكلمنا عن الحلم بتاعنا الاول، ان احنا ازاي لو حد عنده حلم عايز يعالج نفسه من السمنه، عايز يعالج نفسه من النحافه، هيعمل ايه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف حاجه جديده بقى، ازاي اقدر احدد يعني الشخص ده بيعاني من السمنه او من النحافه؟ هل ممكن ده دكتور تعرفه لنا بعد اذنك؟ برحب بالساده المشاهدين، واتمنى ان شاء الله الحلقه تبقى ممتعه وشيقه. احنا الاول بنصنف السمنه والنحافه، هي درجات في معادله بنحققها، هي علاقه ما بين الطول والوزن، تمام. ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول بيطلع لنا رقم، الرقم ده بنقدر نحدد منه الشخص ده في انهي درجه، سواء كان نحيف او سمين او سمنه مفرطه او كلام كده. بناء عليه بنحدد له انت كده في انهي درجه من الدرجات، او انت في انهي مرحله، وبناء عليه بنتعامل معاه، سواء كان سمين نقول له لا لازم تنزل عدد معين من الكيلوهات، او لو نحيف بنقول له تحتاج ان انت تزيد. طيب انا هل ممكن اعرف سبب حدوث اصلا السمنه او النحافه، ايه سبب حدوثهم اصلا؟ تمام، احنا بعيدا عن الحالات المرضيه، يعني لو هي حاله مرضيه فهي بتحتاج علاج طبي، هنتكلم ان هو في عادات سيئه في الاكل، ان هو بياخد اكل اكتر من طاقته، يعني بيستهلك كميات اكتر من اللي المفروض ياخدها. هو المفروض بياخد الكميات المناسبه ليه اللي تكفيه يأدي انشطته الحيويه والنشاط اليومي بتاعه بقى، ان كان شغله وعمله ومذاكرته، او لو واحد بيلعب رياضه فبنزود له شويه على اساس ان هو يكفي احتياجاته اللي زادت. فبيبقى الاكل في المرحله دي بديله كميه تكفي النشاط الزياده اللي زاد عنده، فما عدا ذلك فهي بياخد اللي يكفي انشطته بس. جميل جدا، تمام. طيب ده بشكل طبي، طب بشكل نفسي يا دكتوره ممكن اعرف ايه الاسباب اللي تؤدي للسمنه او النحافه نفسيا؟ الاول مساء الخير. مساء الخير، ومتشكره جدا لحضرتك، ربي يخليك، ومتشكره لاداره العفو، الاداره نفسها بتاعه القناه ان هي حطت صور التكريم بتاعتي. شرفنا يا دكتور، ربنا يخليكم. انا عندي ثلاث خطوط كده عرضيه بتكلم فيها. الاول بتكلم قبل ما يحصل سمنه، فاحنا بنتكلم بنقول لك انت زعلان من ايه، وليه لما بتزعل بتتجه للاكل؟ طب انا ممكن لما ازعل اتجه لحاجه تانية خالص، فخدعوك فقالوا ان الاكتئاب هو سبب الاكل، لان انت لو مبسوط ما تروح تاكل، لان انا لو عايز اخرج واتفسح بروح اكل. وبقى عندنا كده كلنا المصريين ارتباط شرطي ان الخروجه يعني اكل، هاكل ايس كريم، هاكل وجبات سريعه، هاكل حتى لو هاكل بوب كورن فشار، بس فكره خلاص انا خارجه بابني او بنتي يبقى هناكل بره. فده اول خطا بنعمله، ان احنا نتهم الاكتئاب والحزن ان هو سبب السمنه. بس لحظه كده حضرتك بتقولي كده، يعني في حاله الفرح في ناس بتاكل كتير. بالظبط، في حاله الاكتئاب في يبقى اذا الاكتئاب بريء من تهمه ان الاكتئاب سبب السمنه. تمام، يبقى سواء انا فرحان او زعلان
ملهاش علاقه بالسمنه. طيب في خطين، الخط الطبي اللي الدكتور حسين بيتكلم عليه، والخط النفسي ان انا هبتدي ادرب نفسي، مش ادرب الناس، ادرب نفسي على سلوكيات جديده، ان همنع الارتباط الشرطي اللي ما بين الخروجه والفرحه بالاكل، وهمنع نفسي لما اكون زعلان. عندنا رسولنا الكريم وصانا ان لو انت غضبان او زعلان وقاعد اقف، ولو انت واقف اقعد، اخرج، اقرا كتاب. هتقولي انت مثاليه زياده عن اللزوم، هقول لك لا انا مش مثاليه ولا حاجه، لحقائق يعني دي كتير من الناس عارفيني وعارفين قوة التحدي اللي أنا تحديتها. فأنت تحدى نفسك، أخرج من الحزن الشديد لفرحة جديدة لنجاح شديد. بلاش تخرج باكتئاب تدمر نفسك. جسمك عامل زي البنك، وحضرتك المستثمر، تحب تبقى بنك خسران ولا بنك كسبان؟ تحب تعمل قروض ولا يبقى معك فوائد؟ فبالفرحة، بقوة التحدي، باني عندي قناعة ان انا مش هاكل لما اكون زعلان، فهكده هيبقى عندي رصيد كبير قوي من الصحة الجسمية، من الصحة النفسية، من النجاح. الوقت اللي انا هاكل فيه ببتدي اتحدى نفسي بفكرة جديدة، بدل ما انا فاشل، يعني انا زعلان ان انا فشلت مثلا في مادة دراسية او فشلت في علاقة مع شخص، انا هتحول بالظبط، هتحول من فقدان مثلا حبيب، مثلا حد مثلا توفى لا قدر الله. هنا احنا بنقول انا فقدت الشهيه، فازاي تتهم الاكتئاب ان انت لو فقدت حد غالي بتقعد تاكل؟ بالعكس، انت ممكن تقعد ايام ومش هيجي لك ولا هبوط ولا هتروح المستشفى ولا اي حاجه، وبتقدر تعيش. يبقى اذا الاكل مش كل حاجه. انا مش بعيش عشان اكل، انا باكل عشان اعيش. طب بمناسبه الاكل، اتفضل دكتور حسين، نوجه له السؤال ده بعد اذنك. دكتور بعد اذنك، هل ممكن اعرف ايه هي الوجبه السليمه؟ طيب، الوجبة السليمة اللي هي الوجبة اللي بتحتوي على العناصر اللي جسمي محتاجها، ولازم تكون عبارة عن مكونة من جميع عناصر الأكل. يعني الوجبة المفروض يبقى فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، فيها دهون، فيها معادن، فيها فيتامينات. ده بيتحقق معايا بأن أنا أبقى عارف. طب أستاذن حضرتك، في مداخلة معانا، أستاذة مجدة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة مجدة. أستاذة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. كنت عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. كنت عايزة أسأل، يعني لو أنا عايزة أخفف منطقة البطن بس، يعني أخففها إزاي وبطريقة تكون يعني قليلة وفي نفس الوقت ما تكونش يعني فلوس كتير أو ميزانية كتير؟ ما كنتش فيه؟ يعني بسبب إن يعني واحدة تكون مثلا عندها قيصري وعندها منطقه البطن هي اكبر حته اسمها ظهرت، فهي عايزه تخففها. خففها ازاي بدون يعني بطريقه تكون يعني كده المشكله في البطن، منطقه البطن يعني؟ تمام. يعني كده المشكله كلها في منطقه الظهر ولا البطن؟ عشان الصوت مش واضح بس. منطقه البطن. تمام، منطقه البطن. يعني مثلا مكان القيصري. تمام. تمام، دكتور حسين هيرد على حضرتك دلوقتي. شكرا، شكرا يا فندم لاتصالك. دكتور حسين مع حضرتك. اكمل كلامي ولا اجاوب على السؤال؟ يا ريت بعدين. طيب، احنا في كل الاحوال احنا هنلجا لوجبه غذائيه متكامله، اللي هي محتواها بيشمل جميع انواع الاكل. يعني قلنا بيبقى جواها كربوهيدرات، جواها دهون، جواها بروتينات، جواها معادن، جواها فيتامينات. ده بيتحقق ازاي؟ ان انا حاسب الكالوريز اللي الجسم محتاجها وبحققها له جوه الوجبه دي. تمام، الشخص اللي عايز يخس انا هقلل من الاكل اللي هو بياخده بنسبه 500 كالوري، كده انا بخسسه. لما اجي الاقي مشكله متخصصه زي مثلا مشكله البطن، البطن من الحاجات اللي هي لازم تخس، ده اساسي، ما عندناش حل ان احنا ما نسيبها كده، لان الدهون اللي بتتكون في البطن هي دهون مؤذيه، ممكن تؤدي بعد كده الى امراض تانية زي السكر، ممكن تعمل مشاكل في الدوره الدمويه، ممكن تعمل مشاكل في الضغط، مشاكل في القلب، الكلام ده كله. فاحنا مبدئيا نتفق معانا ان احنا لازم نعالج سمنه البطن، فبتتعالج بنظام غذائي متوازن، بقلل من كميه الكالوري اللي بتاخدها بنسبه من 500 ل 1000. الخطوه الثانيه ان البطن من الحاجات اللي هي محتاجه تمارين، عشان هو الجسم كله هينزل، عشان بقى اقوي عضله البطن، فعضلة البطن هتضغط على الأحشاء الداخلية فما يبانش البطن الكبيرة أو موضوع الكرش. موضوع تمارين البطن طبعا ده لازم شيء أساسي لازم تمارسه، وأنصحها برضو أن هي تستعين بحد يكون له علاقة بجيم أو كده يرشدها للتمارين المفيدة لشد عضلة البطن. تمام، شكرا لحضرتك. بنكمل كلامنا، كنا بنتكلم على الوجبة السليمة، فإحنا كنا عايزين نعرف إيه هي الوجبة السليمة؟
وازاي اصلا نعرفها بشكل عام لاي حد. تمام. هنخاطب الناس بشكل عام، ان الناس عندها فكره ان انا بدات رجيم او بدات دايت، فهنا حاجه من اتنين، انا داخل حرب فانا همنع الاكل فمش هاكل. هنا بقول له لا استوب، انا مش عايز رجيم قاسي. الرجيم القاسي بيضرك. انا بعتذر رجال اتصال تاني. دكتوره مروه. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. دكتور مجدي. يا فندم حضرتك. احب الاول بدايه احب ارحب بضيوفك الجمال جدا. شكرا. ما شاء الله عليك وعليهم. الدكتوره فاتن عرفه حقيقه جدا متالقه دايما، والدكتور حسين مسلم. اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا حضرتك اعلامي متميز. شكرا يا فندم. وشكرا جدا على التقدير والدعم، فعلا حضرتك كنت دايما الدعم لينا كلنا كفريق اعمال وجروب واحد، وكنا فعلا بنستمد من حضرتك حاجات كتير جدا، علمتنا حاجات كتير جدا. يعني اتمنى لحضرتك التوفيق و جميل يا رب. اتمنى لحضرتك التوفيق والنجاح يا رب ان شاء الله. شكرا يا فندم. ايوه مع حضرتك. طب هو خطف الاتصال، بنعتذر جدا. دكتوره معاك يا دكتوره. كنا فين؟ كنا بنتكلم على الوجبه السليمه وتعريفها بشكل بسيط يعني. تمام. احنا محتاجين ناخد الناس اللي هي بدات رجيم. احنا كنا وقفنا عند بلاش رجيم قاسي، بلاش تقول ان انا هاكل وجبه واحده في اليوم، لان انا كده دخلت الجسم في مرحله انه يحوش، يعني بمعنى كان واحد داخل له فلوس ففجأة عارف ان مش جاي له فلوس فقرر ما يصرفش، كل المليم هيجي له هيحوشه لانه خايف ما يجيلوش. فانا مبدئيا حضرتك هتقسم وجباتك لخمس وجبات في اليوم، ثلاث وجبات رئيسيه، وجبه فطار، وجبه غدا، وجبه عشاء، وجبه ما بين الفطار والغدا، وجبه ما بين الغدا والعشاء. الوجبه متوازنه، حضرتك هتشبع مش هتجوع، وهتاخد عناصرك اللي تكفيك وهتبقى بشكل كويس جدا. مفهوم. طيب. مفهوم. أنا كنت عايز افهم بس حاجه. اتفضل. بالنسبه للوجبات دي كلها، برضو انا عايز اوصل للمشاهد العادي يعني تعريف مبسط للوجبه السليمه، بحيث ان انا اي حد يعرف بسرعه ايه الوجبه السليمه. تمام. في تعريف بسيط، هل ممكن؟ احنا هو لا، هو الموضوع مش بسيط لان هو الموضوع طويل، بس احنا نحاول نختزله بحيث ان اوصله للمشاهد. حضرتك انا قلت ان وجبتك لازم يبقى فيها كربوهيدرات، فلازم اعرفه يعني ايه كربوهيدرات. تمام. كربوهيدرات اللي احنا بنسميها بالبلد النشويات، اللي هي العيش، الرز، المكرونه مثلا وما شابه، لسان العصفور، السكريات، الحاجات دي كلها. البروتين بالنسبه لي بيشمل مثلا اللحوم، الفول، الحبوب وما شابه، البيض، الكلام ده. الدهون معروفة. بسيطة. الدهون معروف اللي هو الدهن اللي هو موجود سواء كان في اللحوم او الزيوت بصفه عامه او السمن او كلام من ده. الفيتامينات هقدر اخدها من الخضار، ان انا باخد الوجبه خضار وفاكهه بشكل عام ولا الخضار عموما؟ ويستحسن الخضار يبقى متنوع، اخضر، احمر، اخضر، الالوان، وهستفيد منه ان انا خدت عناصر وفيتامينات وخدت منه الياف. تمام. زائد انه يبقى لازم في وجبته البان. طيب انا انت دخلت في قصه رجيم، فانت حاطط في دماغك ان الرجيم ده اقتصادي، محتاج اقتصاد موازي ومحتاج تكاليف وبالعكس. لا، انا بقول لحضرتك انت رجيم يعني انت بتاكل اقل، يعني حضرتك بتوفر. انت مش بتاكل بزياده، انت مش محتاج حاجه اضافيه. طب انا بستاذن حضرتك. معانا استاذه نجاح من القاهره. استاذه نجاح مع حضرتك يا فندم. نجاح. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. سامعين حضرتك. طب هو خطف الاتصال، بنعتذر. دكتور دلوقتي ده الشكل العام للوجبه البسيطه. طب انا ده بشكل عام. انا عايز اضيف للمشاهد عشان يبقى هو خد معلومه مفيده. تمام، اتفضل. انا بقول لك ان النظام دايت هو مش نظام مكلف. حضرتك اعرف انت بتاكل ايه ومحتاج تاكل ايه عشان تعرف انت في انهي نقطه. لما انا بقول لحضرتك خد بروتين، فانا بقسم لك البروتين لنوعين، في بروتين حيواني. تمام. وبروتين نباتي. البروتين النباتي الفول، العدس، الفاصوليا. تمام. اللوبيا، الحاجات ديت. طيب الفول، البروتين الحيواني عندنا اللحوم والسمك والفراخ والبيض والالبان وكده. انت محتاج تاخد
لو انا فقير مش قادر اشتري لحوم عشان ما اقولوش كل مشوي وكل مش عارف ايه، فانا لا عادي حضرتك بتاكل البروتين النباتي بيغنيك، باستثناء ان في بعض العناصر انت محتاج تاخدها من البروتين الحيواني. جميل جدا. حضرتك محتاج تاكل في الاسبوع بس 4 بيضات كبروتين حيواني بيغنيك. طيب انا بستاذن حضرتك هندخل في النقطه دي بشكل اعمق، بس انا قبل ما ندخل ونتعمق في الموضوع ده حابب اعرف من الدكتوره فاتن تعريف حضرتك للوجبه السليمه. الوجبه السليمه هي السليمه لجسمي انا. تمام. سواء انا مريض او سليم، سواء انا عندي سمنه او نحافه، فانا بعتبر ان انا شخص مليونير والنحافه شخص فقير. فانا لو شخص مليونير بستثمر كل فلوسي، ما بسيبهاش في البنك. الفقير بيعمل ادخار، بيحط فلوس في دفتر التوفير، بيحطها في البنك ويخاف يصرفها، يعمل شهاده استثمار عشان يطلع له فوائد شهريه. لكن انا كمليونير انا هستثمر. طب مش هتعملي ريسك؟ انا هعمل ريسك، فهاكل وجبه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في اليوم. تمام. انا مستثمر ومش خايف وعندي قناعه ان انا هكسب، ما عنديش قناعه ان انا هفشل خالص. المكسب ده مبدئيا كده انا عملت في العقل ايه؟ ان انا هكسب. طب انا عندي شويه 5 كيلو 10 كيلو زياده، او المدام اللي قالت لنا ان هي عندها زياده في البطن، فانا هقول لها ايه؟ حضرتك مليونيره وعندك فلوس بزياده، هتسيبيها معاكي وتخزنيها وتدخريها ولا هتستثمريها؟ هستثمرها. طب هتعملي ايه؟ عددي وجباتك. الوجبه السليمه هي الوجبه اللي تسعدني. لو سالنا الست الفلاحه البسيطه، انت سعيده انت وولادك؟ انا سعيده. طب هتتغدوا ايه النهارده؟ فبتقولي بكل بساطه اي حاجه، بكل بساطه الموجود. ابسط حاجه هتقولها لي شويه رز وشويه خضار، وممكن يبقى فيه لحمه او مفيش، وبنقولها كده بالعاميه المصريه يعني قرديحي. وشويه سلطه او شويه مخلل. فدي وجبه هي ما تعلمش ثقافيا ان الوجبه دي سليمه بنسبه 100%. وفعلا متنوعه الاشكال والالوان. لما نيجي نقول نشويات عندها الرز او عندها العيش، لو جينا قلنا دهون وسكريات هي السمنه والزيت اللي طبخت فيها. طب السكريات، ما هو الرز ده هيتحول لسكريات. طب عندها فيتامينات، الخضار اللي هي حاطاه ده فيتامينات. طيب هي عارفه ان الفيتامينات دي بتحمي الجسم من الامراض؟ لا. طب هي عارفه ان النشويات دي بتبني لها جسمها؟ لا. طب هي عارفه ان البروتين اللي هي عندي، البروتين زي ما الدكتور قال في اللحوم، اللحوم والبقول، كل انواع البقول فهو بروتين. فلو هي عامله فاصوليا سواء خضراء فدي خضار وفيتامينات، سواء فاصوليا بيضاء او ناشفه زي ما احنا بنقول فهي بقول، فهي عندها كل الانواع وكل الالوان، ودي كلها الوان. واسعدت ولادها. كوبايه الشاي اللي بتحطها لولادها او لجوزها بعد الاكل فيها السكر وفيها الميه وفيها الشاي، نسبه النيكوتين، فهي سعيده. فالسعاده مش فلوس. صح. السعاده رضا. صح. ودايما صاحب القصر بيحسد الفلاح اللي مراته شايله المشنه وداخله عليه برغم انها حته جبنه قديمه كتير جدا. لا، وفي الحقيقه كلنا اتربينا على كده. شوف المشنه اللي فيها قطعه جبنه واحده وعيش وخضار، والخضار جايباه من الارض بتاعتها، وفوق بياخد كرواسون وبتيفور ومش سعيد. فالسعاده مش بالغنى ولا بالفقر، السعاده رضا، وبتقدمي وجبه كامله. طب انا هل ممكن مثلا اقول مثلا الوجبه السليمه ديت هي الوجبه اللي انا بتناولها مع حد حبيب، يعني مع اهلي، مع اولادي، مع اهلي، عموما مع حبايبي بشكل عام، وانا راضي؟ فاذا كنت انا راضي تمام وكنت انا سعيد وسط الناس اللي قاعد معاهم، دي احسن وجبه، ودي وجبه سليمه جدا، ووجبه وعايزين نعلمهم حاجه كمان. وانا سعيد حتى لو لوحدي، يعني مش معنى ان انا قاعد لوحدي وبتغدى لوحدي او بفطر لوحدي لظروف الحياه يبقى انا ابقى انا راضيه. بس راضي وسعيد، يعني مش هربطها برضو ان انا قاعد مع حد. هي طبعا الناس اللي حواليا دول هيسعدوني بقدري، ولكن وانا لوحدي برضو انا هسعد نفسي بالرضا. حضرتك طول ما انت راضي، اول حلقه قلت لك ايه؟ الرضا والاقتناع بالشيء اللي ربنا كتبه لك. مش مثاليه ولا حاجه. لو سالنا نفسنا سؤال كده بيقول لك ايه سبب اي مشكله في حياتك؟ انا مش ناجح، انا مش لاقي شغل، اصلي في بطاله، اصل الناس بتحبطني، اصل صاحب الشغل نص كوبايه الفاضي نص كوبايه المليان. هقولها بطريقه ثانيه، دي طبعا احييك عليها، جمله جميله وكلنا شكرا. بنستخدمها. ولكن انا هقولها بطريقه ثانيه مختلفه شويه. لا، حضرتك اي مشكله في الدنيا، اي مشكله مهما كانت ليها مسؤول وسببين. ليها ايه؟ مسؤول واحد وسببين. بص كده، مين هو المسؤول؟ مين المسؤول انك ما نزلتش الشغل؟ ومين المسؤول ان انت عندك اكتئاب؟ ومين المسؤول انك دخلت جوه شرنقه الحزن ومش عايز تطلع؟ مين المسؤول ان معكش فلوس؟ مين المسؤول ان مش عاجبك الاكل؟ هو حضرتك. انا المسؤول ان انا هدخل نفسي في ده كله، وانا المسؤول ان انا اخرج. بس مش انا، مش حد انا. طيب وايه السببين؟ يا اما نقص في المعلومه، نقص المعلومه عندي ناقصه، يا اما مغالطه في المعلومه. يبقى انا لو معلوماتي ناقصه هتعمل لي مشكله، ولو معلوماتي مغلوطه هتعمل لي مشكله، وانا مسؤول ان انا كيف ما بين النقص والغلط. فما يقول لي بطاله، مفيش بطاله.
طب بدليل ان شبابنا كلهم بيشتغلوا. ممكن نكمل نقص المعلومات ده ونكمله بدكتور حسين. اتفضل. دكتور حسين، هل ممكن معالجه السمنه عموما يعني باقل التكاليف؟ يعني في ناس تقول لك انا مش هقدر اعالج نفسي من السمنه بسبب ان انا مش معايا فلوس اروح الجيم، اخد اجيب علاج مثلا مكلف لعلاج السمنه، تمام؟ هل ممكن ان انا اعالج السمنه باقل التكاليف لاي حد عادي، الشخص العادي؟ ده هو لما انا بعالج السمنه اصلا انا ما عنديش تكاليف من اساسه. ازاي؟ لان انا بقول لك ما تاكلش كتير، انا بقول لك كل كتير، ده انا بقول لك قلل من اكلك. تمام. معنى انك تقلل يعني هتوفر. تمام. فهي القصه بقى ان هو يعرف هو يبدل ايه بايه. تمام. يعني لو انا قلت له مثلا هو مش قادر يشتري لحمه يقدر ياكل فقول. تمام. مش قادر يشتري كذا. طيب فيقدر ياخد مكانه كذا. بالنسبه للعلاج السمنه ده واحنا بس انا بعتذر عشان وقت الحلقه، انا كنت مجهز حاجه مع الاعداد مفاجاه لحضرتك فاتمنى تعجبك. ممكن نعرض الفيديو معانا؟ والد دكتور حسين مسلم وعايزين نسمع منه سؤال بسيط يا عم الحاج كده، تقول لنا طفولة دكتور حسين كانت عاملة ازاي معاك؟ طفولة دكتور حسين اتمنى كل انسان ربنا يديله يديله نفس الطفولة بتاعت دكتور حسين ان شاء الله. والله من يوم ربنا ادانا ورانا بيه كل الصفات اللي بتقولي وصفيها ابي حير كان فيه، حتى هو طفل حتى هو طبعا كان سموه الدكتور وقت الغنى على مجيد مصاب هودك ارجع له ثاني يوم الاقيه قاعد مطيع يعني؟ مطيع. كان هادي ولا شيء؟ لا هادي. وبالنسبه للمدرسه بقى تعبك في الدراسه ولا؟ لا 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 ولا تعبني ولا حسيت حتى بالتعليم. طيب تحب تقول له ايه النهارده؟ اقول للجميع وليه دكتور طبيب وانت بالصحة والسلامة، ولدكتور حسين بقى تقول له ايه؟ ابن عزيز ربنا يخليك لينا كلنا يا رب. واتمنى كل اب يكون له ابن دكتور حسين ربنا يخليك لينا بلو ليه وقرأت ان شاء الله اقول غير كده يعني بلو الام موجود ودي العجلة وطلع بيها وشاله ما طب تقول ايه لكل ابن عاق او ما بيزورش اهله وناسه؟ ربنا يهديك ربنا يهديك ربنا يهدينا جميعا. شكرا يا عم الحاج. شكرا. شفنا مع بعض والد دكتور حسين وكان يعني مفاجاه عاملينها لدكتور حسين واتمنى تكون عجبت حضرتك. اكيد عجبتني وبرحب والد حضرتك منور طبعا معانا. تحيه. هو قدوتي ومثلي الاعلى طبعا طبعا. انا كنت حابب دلوقتي ان اختم الحلقه بكلمه بسيطه. اذا كنت قاعد مع حد حبيبك واذا كنت من جواك راضي بقدر ربنا ولازم ترضى، لان كده كده اصلا اراد يعني القضاء والقدر هيتنفذ فخليك راضي من جواك بقضاء الله. عموما اذا كنت راضي وقاعد وسط اهلك امن فانت عايش في سعاده كبيره جدا، والوجبه السليمه هي الوجبه اللي بتناولها وسط ناس انت بتحبهم وبيحبوك وانت راضي من جواك. انا كنت حابب اختم الحلقه بكلمه حضراتكم توجهوها. اتفضلي يا دكتوره. عايزه اعلم نفسي واعلم كل حبايبي واصحابي واخواتي ثقافه يا جماعه ابعد عن التعلق وارجع للاستغناء. استغنى يعني ايه استغنى؟ يعني بلاش تتعلق باكل، بلاش تتعلق بشخص، بلاش تتعلق بفكره، ابعد عنها بالاستغناء. ومن هنا الف تحيه لرئيسنا رئيس مش رئيس جمهوريه مصر العربيه بس، رئيس للعالم العربي كله، لما قال لنا كلنا الحاجه اللي تتعبك وسعرها عالي استغنى عنها. تمام. تجاهلها. جميل. ومن هنا برضو انا اللي تجاهلت الاكل وتجاهلت الحزن وتجاهلت الشقاء، فانا هوصل لثقافه الاستغناء اللي كلنا بندعمها. اشكر حضرتك دكتور حسين. برضو يعني كل واحد قادر يحقق حلمه. واكبر مثل ان عندنا سياده الرئيس لما اعلن عن حلمه انه يقدر نقضي على فيروس سي، شفنا ما شاء الله حمله 100 مليون صحه والاداء الرهيب والعزيمه والاراده اللي تمت فيها، فبشكر سياده الرئيس على المجهود. اكبر هديه الرئيس قدمها لنا. وبشكر كل برضو الزملاء في وزاره الصحه والاطباء والصيادله،
ان هم تعاونوا فيها ونجاح مبهر. طيب انا اشكر حضرتك، اشكركم، القاكم الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم. أكثر.